يعني سافرت في سن صغير أو سنة 2002، رجعت في سنة 22 بهذا الفيلم، هذه السنوات الطويلة اللي برا، لما رجعت وشفت هذا الاختلاف الكبير في الاهتمام بصناعة السينما والأفلام في السعودية والمهرجانات، كيف حسيتي؟ كيف شفتي هذا التغيير الكبير اللي حصل؟ أنا كانت عندي الصدمة فعلا، أنا كنت مصدومة، تغيير جذري، تغيير صدمة. وأنا أحب أخذ الفرصة هذه وأشكر خادم الحرمين وولي عهده على الفرصة هذه، اللي أنا صراحة في حياتي ما عمري تخيلت إنها تكون ممكنة، إنه في سينما سعودية إني أقدر أعتبر نفسي إني مخرجة سعودية. أنا لما درست صناعة الأفلام ودخلت في مجال الإخراج، ما كان عندي أمل إنه يكون في أصلاً حاجة إني أجي السعودية وأعمل فيلم سعودي أو أصلاً أكون في مهرجان سعودي. فيعني أنا كمان أحب أشكر عراب السينما الأستاذ أحمد الملا، على هو السبب إني أنا رجعت السعودية.